طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس مصطفى محمود. النهاردة إن شاء الله هنكمل سيجن 11، سيجن 12، سيجن 12 اي سي تي كامبريدج، اي سي تي كامبريدج. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المالتي ميديا بروجيكتور، واتكلمنا عن اليوز يوزنج اوف مالتي ميديا بروجيكتور، واتكلمنا انه بيستخدم في التريننج، في الادفرتايزنج، ومميزاته والدروباك بتاعته او الديس ادفانتجز. قلنا ان انه مكلف، يعني مور اكسبنسيف، والسيتنج بتاعته ممكن تكون ليتل ديفيكلت، يعني مش سهل تركيبها. النهارده هنكمل الاوتبوت ديفايس، وهنتكلم عن البرنترز. البرنترز او الطابعات في منها مجموعه انواع. There is three different type of printers. أول نوع معانا اللي هو الليزر برينتر. ليزر برينتر أو أجهزة الطابعات اللي بتشتغل بالليزر. يقول لك ليزر برينترز produce very high quality hard copy output. إحنا الأول عندنا ثلاث أنواع هنا الكتاب شارحهم: الليزر برينتر والإنكجيت برينتر والدوت ماتريكس برينتر. وبعد كده أتكلم على 3 دي برينتر، أتكلم عنها بالتفصيل شوية. هنبدأ ناخدهم جزئية جزئية أو تايب باي تايب كده ونتكلم عنهم. الليزر برينتر الطبعة اللي بتشتغل بنظام الليزر، يعني إذا أنت الليزر لايت بيستخدم فور برينتنج أون بيبر. هو هنا بدأ يشرح الفكرة العمل بتاعتها أو المايند سيت بتاعتها بتشتغل إزاي. ليزر برينتر برودوس فيري هاي كواليتي هارد كوبي أوتبوت. The print rate معدل الطباعة بتاعتها very quick، سريعة جدا. يبقى دي أول ميزة من مميزاتها، إن هي سريعة في الطباعة. يعني أنت مجرد ما بتعطي الأوردر ل for printing بتبدأ هي بسرعة جدا بتجمع الداتا وتطبع. ده بسبب إيه؟ طبعا ده بيفرق معانا لو في عندي number of pages being printed. لو في صفحات كتيره او كتاب مثلا بوك مثلا ولا هاند بوك ولا اي مثال مثلا انا بعمل له برنت، والبيجز بتاعت نمبر اوف بيجز كبير، فهلاقي ان الليزر برينتر بتبقى كويسه جدا في العمليه دي. طبعا ده بسبب ايه؟ ان هي بتعتمد ان بيبقى في بافر ميموريز او مساحه كده تخزينيه، وير ذا داتا for the whole document is stored before the page can be printed out. يعني الفكره كلها انك لما بتعطي الاوردر من الكمبيوتر، الاوردر ده او الانستراكشن دي بتروح تستور في buffer memory للبرنتر الليزر جيت دي، وبالتالي ده بيسرع معاك او يسبيد البرينتنج، بيبقى very quick of large number of pages. دي ميزة قوية جدا. بالنسبة لآلية الطباعة أو الميكانيزم of printing، it rely on laser light. Laser light for printing. طبعا أنت مش عليك في السيلبس ده إنك تفهم الميثودولوجي أو الميكانيزم بتاعة how to print by laser or inkjet or dot matrix، بس تفهم الـ differences between these type of printer. These type of printer. الليزر جيت أهم شو يعني advantages ليها إن هي print more than number of pages quickly quickly. طيب بالتالي استخداماتها، طبعا من ضمن استخداماتها إن هي ما بتعملش sound أو noise. بالتالي أنت ممكن تستخدمها في إيه؟ في offices مثلا، مكاتب هادية، في أماكن فيها هدوء شوية، الـ employee can work their task without any noise. يبقى أنت الـ using بتاع laser printer ما بتطلعش صوت، يعني without noise ما بتطلعش دوشة، ما بتعملش صوت وهي بتطبع، بتاخد الأوردر بتخزنه في البفر، بتدي الـ printing على طول without noise. هنشوف بعد كده في الطبعات التانية بتدي noise واستخداماتها في أماكن different شوية. فهنا الليزر جت دايما هتلاقيها في المكاتب، في المدارس مثلا، سكولز، في الهوسبيتالز، الاماكن اللي فيها ايه نو نيد تو نويز، يعني ما فيش صوت كتير، او انت لازم بي كوايت يوزنج بي كوايت ان ذيس بليسز.
طيب بسبب ان هي فاست امبرنتنج في ميزه فيها كمان ان هي هاي كواليتي. هاي كواليتي يعني بتطلع لك جوده عاليه جدا في البرنت اوت او في البيبر. وهاي فوليوم برنتنج ريكوايرد ذان ليزر برينتر ذا بيست اوبشن. هاي فوليوم اوف برنتنج مور ذان وان بيج ا لوت اوف بيجز ان برنتنج ذن الليزر برينتر ار بيست اوبشن. دي ميزه عن ديفرنت بتوين اذر تايب اوف برينتر ان هي بتديك هاي كواليتي وبسرعه جدا و وحجم كبير من الاوراق اللي ممكن ايه هاي فوليوم اوف برينتنج بيبر كان برينت. تمام. طيب الادفانتجز والديس ادفانتجز، بالتالي نبدا نلخص الادفانتجز. ان اول ميزه ان البرينتنج از فاست، خلاص تعرف ان هي بسرعه جدا بتاخد الاوردر بتطبع. الانك جيت والدوت ماتريكس ما فهمش الحته دي، بتبرنت بس ببطء شويه، ولكن هتعرف بعد كده هنشوف ان عمليه الطباعه دي او البرينتنج دي في حاله ان لو بيبر واحده بس يعني انت خلاص مش محتاج برضو في ويستد تايم كده صغير برضو في الليزر جيت. فده ديس ادفانتجز لما تشوف اونلي، لما تلاقي ان وان بيج هتلاقي برضو ايه ان بياخد وقت. اهي اونلي ريلاي فاست اف سيفرال كوبيز ار بينج ميد. يعني عمليه السرعه دي بتبقى ميزه قويه جدا في السيفرال كوبيز اوف ميد. تمام. ولكن لو في عندك 1 2 بيج مثلا فالمفروض هي يعني تبقى بسرعه برضو، لا هتلاقي في ديلي كده شويه ديلي بالرغم ان هي 1 بيج. فده يعتبر ديس ادفانتج. عشان ما نلخبطش هنتكلم عن الادفانتجز الاول، ان البرينتنج از فيري فاست وبالتالي ده ميزه، ده ميزه قويه جدا مع عدد البيجز او نمبر اوف بيجز which printed. او هو هنا بيقارن لك مع الانك جيت ان هي فاست faster than الايه الانك جيت. they can handle very large print job. بالتالي انا ممكن اطبع اوراق كتيره جدا ومساحات كبيره من الاعمال في little bit of time. little bit of time او وقت قليل جدا. الكواليتي از consistently high. يعني جودة المخرجات او البيبرز بتاعتي بتبقى اعلى من باقي طبعا الانواع من الطبعات. كمان في ميزة حلوة قوي ان التونر كارتريج لاست فور لونج تايم. يعني بياخد وقت طويل عشان يخلص، ما مش finished البيريد تايم بتاعته مش قليله، لا بياخد ممكن يقعد فتره طويله جدا. الاوراق اللي ممكن how many number of paper can printed more than 2000 or 1000 and a half something like this it depend of printer type and printer brand. يبقى اذا انت عندك high quality speeder او faster than other type of printing وعندك ال volume of printing is more than other type of printer. دي advantages مميزات. طب عيوبها بقى قال لك ان only rely fast if several copies being made. لو انت عندك عدد كبير من ال papers بيطبعها يبقى انت بتبقى ال fasting دي ميزة ليها، ولكن لو number small number of paper تمام بيبقى الفاستنج دي يعني ما بتبانش قوي. كلر ليزر برينتر، شوف بقى الحته دي من العيوب بتاعتها. الكلر ليزر برينتر تند تو اكسبنسيف، بتبقى يعني غاليه شويه او مكلفه شويه لاي شخص ممكن يشتري ايه طابعه ليزر وبالالوان كمان يعني. فالكلر ليزر دي بتبقى ايه مور اكسبنسيف. ليه بقى؟ بيقول لك as well as diffuser kit which are expensive purchase. ان الكيتس او القطع الغيار بتاعت الطابعه دي البرينتر دي بتبقى ايه اكسبنسيف بيرشيز، غاليه طبعا مور اكسبنسيف ذان اذر تايب اوف برينتر. تمام. نقطه ثانيه من عيوبها they produce ozone and volatile organic components because of their
method of printing and the type of toner ink used. هي بتنتج او بتطلع لك ممكن يعني مواد عضويه، طبعا المكونات او الكومبوننت اوف انك جيت او الحبر بتاعها مكون من اورجانيك كومباوندز، يعني مواد عضويه، بالتالي وبيطلع اوزون، يعني بيأثر على الايه البيئه، يعني هو فيه عيب جدا اللي هو ايه هازارد طبعا، وخطير جدا لان المكونات بتاعه الحبر بتبقى الكومبوننت بتاعتها بتبقى ايه. طب امال ايه الليزر؟ خد بالك من حاجه، ان الليزر هنا بيستخدم طبعا لان الاليه بتاعتها او الميكانيزم بتاعت البرينتر بتعتمد على الليزر لايت. بيعمل ايه الليزر لايت؟ مش بيبرنت، خد بالك من حاجه، الليزر لايت بيبدا يعمل تشارجنج بوزيتيف اند نيجاتيف، يعني بيبدا يشتغل على حته التشارجنج او الشحن يعني بتاع بتوين بيبر اند درام، بيبدا يعمل ايه عمليه، والهيتنج بتاعته برضو مع الانك جيت او الحبر بتاع، يعني الماده العضويه اللي الماده اللي بتستخدم في الانك جيت، مش ليزر ولا الكلام ده، يعني هو ما بيطبعش كلمه ليزر معناها ان ليزر بيقعد يطبع بالبرنت ليزر، لا ده الليزر ده بيحصل ريفليكشن جوه وميرور وحاجات كده باستخدام الليزر لايت عشان يطلع الايه الانك، وبيعمل تشارجنج بتوين. الليزر ده بيستخدم في التشارجنج او الشحنات الموجبه والسالبه على الماتيريال اللي جوه، دي فكرتها. ولكن الانك نفسه او الحبر نفسه هو كومباوند اوف اورجانيك اورجانيك ايه اورجانيك ماتيريال، وبالتالي المواد دي ليها تاثيرات ضاره او هازارد على الايه البيئه، ولو هي طبعا النواتج او الريزلت بتاعتها ممكن تاثر على الهيلث والمكان اللي انت حاطط فيه الطبعه دي. يعني ليها مميزات وليها عيوب، عشان كده دايما الليزر دي او الليزر برينتر دي بتبقى موجوده في غرفه يعني منعزله شويه او غرفه بعيده عن غرف الايه الغرف اللي هي ايه دايما بيبقى يتردد عليها الهيومن يعني، او فيها ناس كتير يعني عشان اضرارها البيئيه. فانت تستنتج ان هي ليها مميزات في عمليه الكواليتي والسبيد والنمبر اوف بيجز، ولكن العيوب بتاعتها برضو بتنحصر على الاكسبنسيف والانفيرمنتال فاكتور او العوامل البيئيه والاوزون وما الى ذلك. طيب النوع الثاني من البرنتر اللي هو الانك جيت برنتر، الانك جيت برنتر او الطباعه اللي هي الحبر اللي هي الانك، ايه فكرتها؟ برضو هي بتستخدم فين الاول؟ used to produce good quality hard copies unlike laser printer، يعني هي بتستخدم بتدي كواليتي عاليه برضو على عكس الليزر برينتر. لا على عكس ازاي؟ الانك جيت برينتر دونت هاف لارج بافر، يعني الحته دي انلايك لارج ليزر برينتر هي ما عندهاش حته البافر دي. البافر دي يعني ايه؟ يعني مخزن، يعني ايه برضه ميموري كده، سمول ميموري فور اوردر كامينج فروم كمبيوتر او فروم يوزر. ما عندهاش هي الحته دي، ما عندهاش البافر ده، بالتالي انت عندك البرينتنج از دان a bit at a time, a bit at a time. يعني البرينتنج بتاخد وقت في عمليه الايه؟ الطباعه. لان ما فيش البفر، البفر ده بيساعد ان هو زي مخزن كده او سمول ميموري بيساعدك على انه ياخد الاوردر ويبرنت بسرعه. ده موجود في الليزر جيت ومش موجود هنا، وبالتالي انت بتاخد وقت شويه a bit at a time. This is why printing sometimes paused since the whole page cannot be stored in the buffer and it has wait for computer to send more data. يعني هتلاقي ان وانت بتطبع في الطبعه البرنتنج اللي هي الانك جيت دي، هتلاقي البيبر وهي بتطلع ايه بتويت تايم كده، يعني بتنتظر شويه، ما بتطلعش كلها يعني يعني نوت اوت نوت برنتنج اوت ان وان تايم او وان شوينج كده، تطلع مره واحده تاخد الاوردر، لا ده هي بتقعد شويه لان ما فيش بافر. فالبافر ده بيساعد ان بيخزن فيه الانستراكشن بتاعه الطباعه او الداتا اللي المفروض هيعمل لها برينتنج على البيبر، فمش موجود البافر ده، بالتالي البيبر وهي طالعه بتاخد ايه سمول بيتا تايم كده على ما بتطلع. انت اكيد بتلاحظها في انواع الطباعات ان الطبعه الورقه بتبدا ايه موفينج بيت باي بيت كده، يعني سنه بسنه كده لحد ما ايه بتطلع من الجهاز نفسه او الديفايس نفسه. فده يعتبر disadvantages زي ما هنشوف بعد كده.
طيب اللي هي عمليه السلوينج دي برضو من ضمن استخداماتها لو الهاي كواليتي برينتنج. لا احنا هنا لسه احنا بنقول ايه از دان بيت تايم ذس واي برينتنج سام تايمز ايه بتاخد وقت عشان ما فيش ايه ما فيش بافر متخزن فيها. طيب استخداماتها يوزد وير لو اوتبوت فوليوم ار ريكوايرد، يعني انت مش محتاج تطبع اوراق كتيره جدا، يعني لو فوليوم اوف ريكوايرد محتاج تطبع ورقتين ثلاثه، يعني تطبع استخدامك ليها قليل جدا، ما بتطبعش يعني a lot of box. تطبع ورك شيت مثلا هوم ورك بتاعك 2 3 بيبر مثلا بير داي، تطبع مثلا 10 20 بيبر، يعني حاجات بسيطه جدا باستخدام مش كتير، فتلاقي الناس بتفضل الايه الانك جيت في الحته دي. هي الكواليتي بتاعتها كويسه، بتاخد وقت شويه، بطيئه smaller than bit of time rather than الليزر جيت، وبرنتنج سمول بيبر، يعني الهاي الفوليوم بتاعت البيبر بيبقى ايه يعني سمول برنت جوب، يعني يعني اوردرات بتبقى صغيره للبرنتنج. Then these printer are ideal، مثاليه طبعا في الموضوع دوت. For example they are very good producing photo quality print out، they are very good، تبقى كويسة جدا في طباعة الأعمال اللي هي إيه فيها ألوان، لأن الكواليتي بتاعتها برضو يعني تعتبر جود جود كواليتي. طيب يبقى إحنا عندنا لو بنطبع برينتنج سمول جوب، لو عندك فيه هاي كواليتي مع سمول جوب بتطبع صورة مثلا فوتو مش عارف، أنت طبعا لما بتطبع فوتو وان فوتو خلاص عشان تشوف الكواليتي بتاعتها عاملة إزاي، فمش محتاج ليزر جيت انك جيت خلاص. طيب النوع الجديد من البرينتر اللي هي 3D Inkjet، 3D Inkjet Printer are now being used industry to produce prototypes، واحنا هنشوفها بعد كده اللي هي 3D Printer دي في النوع ده. هي بتستخدم نفس الميثودولوجي بتاعت الايه الانكجيت برينتر، ولكن الموفمنت بتاعتها هنا في الانكجيت بتتحرك رايت اند ليفت، اما في الانك جيت في ال 3 دي برينتر هنا بتتحرك ابس اند داون اند رايت اند ليفت زي ما هنشوف بعد كده. اذا دلوقتي احنا عرفنا تو تايب اوف برينتر، الليزر جيت برينتر ا لوت اوف بيبر كان برينتنج اوت يوزنج بافر تو ستور ذا اوردر، بس ذا انك جيت without buffer and printing a small job of paper. تمام. بالنسبه لمميزاتها او الادفانتجز والديس ادفانتجز للانك جيت، الادفانتجز ان هاي كواليتي اوتبوت حلو قوي، يعني بتطبع لك جوده عاليه جدا من البيبرز وده شيء ممتاز، مش بس الليزر جيت اللي بتادي الغرض ده، لا ده هي بتدينا هاي كواليتي اوف بيبر التشيبر تو باي ذان ليزر برينتر، رخيصه يعني هي سعرها اقل من الليزر جيت وبالتالي انت ممكن تشتريها بسهوله لان تشيبر. Very light weight، وزنها قليل زي ما انت شايف، هي حاجه قليله جدا يعني وزنها تتشال وتتحرك بيها عادي خالص. You can port it move with this printer easily. Small smaller than laser jet. Very light weight يعني حجمه قليل جدا. Don't produce zone. وزون دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن ما بتعملش volatile organic compound unlike the laser printer. ده عيب خطير موجود هنا في الديس ادفانتجز، ان هي بتبروديوس اوزون، بتطلع لك اوزون بسبب الاورجانيك كومباوند، ولكن هنا هي ما بتطلعش الكلام ده، دونت بروديوس ايه الاوزون، ولا بتنشر لك مواد عضويه، لان المكونات اصلا بتاعت الانك جيت الحبر بتاعها مش مكونات عضويه هازارد يعني او خطيره على الصحه، هيلث هازارد، خد بالك من المصطلح ده مهم جدا. تمام. ده النوع الثاني بالنسبه للديس ادفانتجز لل الانك جيت. الديس ادفانتجز للانك جيت تقدر تقول يا محمد، محمد جاوب معايا. محمود انا معاك يا مستر. ايوه انا معاك، اتفضل يا محمود. الديس ادفانتجز للانك جيت يس ممكن يكون سلو اف لارج بيبر ورك از نيدد،
Very good. Expensive because of toner, لأن هي uses toner very quickly. الله عليك، حلوة قوي، لأن أنت very quickly، مش very quickly، أنت دلوقتي ال expensive أو toner لأنه بيخلص بسرعة، يعني هو مش بياخد وقت طويل زي الإيه الليزر جيت، لا هو التونر هنا بتاعها بيخلص بسرعة، بالتالي أنت مكلف قوي إن أنت تروح تشتري إيه التونر بتاعها، تمام، إيه كمان؟ ممكن بتعمل نويز اكتر من ليزر. الله برافو، صح، بتاخد نويز وبتاخد بيت اوف تايم. حاجة تانية؟ And he doesn't have buffer. Doesn't have buffer وبالتالي انت عندك ال speed of printing slower than laser jet. تمام ممتاز. طيب عندك اضافات انت محمد؟ محمد اسامة. محمد اسامه معايا؟ طيب هي فعلا زي ما انت قلت كده، شكرا يا محمود. slow printing of several cubes needed little buffer، ما عندهاش buffer وبالتالي هي بطيئه شويه عمليه البطء دي، خد بالك slower ليه؟ لان ما فيش buffer. we can't do large printing of job، ما بتطبعش طبعا، انت عشان تطبع مثلا 10 paper you want to take a lot of time maybe half hour مثلا او quarter hour عشان تطبع بس ايه 10 بيبر. طيب وبعدين بيقول لك البرنتنج كان سمادج، ايه الكلمه دي؟ سمادج اف يوزر نوت كيرفول، خد بالك انت لو مش واخد بالك ممكن تسمادج، او يعني بالعربي كده يقول لك ايه بتلطخ او تفرش بودره يعني باودر كده سمول باودر، ممكن ايه تبهدل لك هدومك يعني دي الايه الانك جيت الليزر جيت الحبر بتاعها ما بيعملش الحركه دي، لكن الانك جيت لو انت حبيت تغير الانك ممكن ايه هتلاقي فيه سمول بان وبالتالي يحصل سمج او تلطيخ كده على اليوزر ما خدش ايه اف نوت كيرفول، ده عيب برضو. حلو قوي، بيقول لك كان بي اكسبنسيف، دي النقطه اللي انت قلتها يا محمود، تمام، اوريجينال انك بيخلص بسرعه تمام، وبالتالي انت كمان حته حلوه قوي يقول لك انت دلوقتي الحبر خلص فبتروح تشتري التونر بتاعه او الكارتريج الكارتريج بتاعته، هتلاقي فيه في السوق في اوريجينال وفي في ايه تجاري زي ما بيقولوا، فانت الحبر الاوريجينال بيبقى ايه مور اكسبنسيف، فبالتالي انت دي مكلفه معاك في البيت يعني، فانت تحتار يعني انت which one can using use inside your room it's depend on your money it's depend on your money. تمام تمام يا مستر. طبعا السؤال ده بيتسال كتير يعني، ممكن انت واحد صاحبك ممكن عمك ممكن اي حد قريبك يسالك يا محمود يقول لك مثلا انا عايز اشتري which printer like I want to use، بناء على دراستك تبدا تحدد له، تساله الاول you can ask him a small bit of question، تعمل كده برين ستورمنج معاه او تعمل يعني ميتنج كده معاه وتبدا تساله شويه اسئله بتعتمد على التايم الكوبيز الكلام ده كله، هيقول لك انا بستخدمها لاولادي انا بستخدمها عدد قليل جدا من الورق انا بس خلاص انت مش محتاج انك تشتري ليزر، يقول لك لا ده انا بطبع 20 ورقه في اليوم مثلا بطبع 100 ورقه في اليوم كل يوم بطبع مش عارف ايه خلاص، بس اتعرفه انت خد بالك ان this is more expensive if you want to replace the cartridge of inkjet، برضه تدي له العيوب بتاعتها لو هترشح له الايه الانك جت، عايز هاي كواليتي وفاستر يبقى انت خلاص مش محتاج الوقت بتاعك، لكن انت قاعد في البيت ومرتاح وتمام التمام ومريح دماغك ومش عارف ايه خلاص انت هتشتري ليزر جت، وعشان سريع في ايه يعني مش يعني برضه في الاوفيسز خلاص انت محتاجها لان انت راجل شغال ووقتك من وقت الاوفيس اللي انت شغال فيه، ف يو هاف تو ايه use laser jet printer. تفضل يا محمد. عندك سؤال؟ ايش الفرق بين laser printers والانك جيت printers؟ ايوه انت جيت متاخر يا محمد، احنا قلنا وضحنا الكلام ده في الجزء اللي فات، ملخصه ان انت you ask yourself about which printer you want، انت عايز printer تطبع ورق كتير وبجودة عالية بسرعة يبقى انت استخدم الليزر جيت برينتر، مش فارقة بالنسبة لك there is no you don't matter about speed or
money you have to use a inkjet. يعني بتطبع ورقة ورقتين مثلا في اليوم, بتستخدم بتطبع الورك شيت بتاعتك, بتطبع مثلا small book مثلا 10 pages 20 pages مثلا, ما بتطبعش كتير, استخدامك ليها قليل. يبقى انت لا يفضل ان انت تشتري ليزر جيت لانها هتبقى مكلفة معاك في الاول وما بتستخدمهاش كتير يعني. فانت اشتري ايه على قد الايه امكانياتك واستخدامه, بتطلع برضو هاي كواليتي اوف برنت اوت. برضو انت لما ترجع ان شاء الله الفيديو لما نرفعه هتفهم دوت بالتفصيل يا محمد. واضح يا محمد؟ واضح تمام. ده النوعين الاولين. يبقى انا لما اقول لك انا هستخدم برينتر في الاوفيس يبقى او في اوفيسز سكولز هوسبيتال, يبقى على طول اوتوماتيك هتروح على الايه, ليزر ولا الانك؟ مستر انت بتسالني انا؟ يس. If you want to use a printer in hospital, school, offices, which printer you use? Laser printer. Laser printer. So if you want to use a printer inside your home, inside a photograph workplace مثلا, photographer بيستخدمها مش عارف ايه بقى, انت بتستخدم ايه؟ Inkjet printer. الانكجت. طيب النوع اللي معانا بعد كده هو الدوت ماتريكس. الدوت ماتريكس او الامباكت برينتر, دايما بيجي السؤال ده في الامتحان يقول لك الايه, which is the difference between الامباكت برينتر والانك جيت, او الامباكت برينتر مع الليزر جيت. لما تسمع كلمه امباكت برينتر دي يبقى تعرف ان هي الدوت ماتريكس برينتر. دوت ماتريكس هي اسمها عجيب شويه, دوت ماتريكس يعني مصفوفه, طباعة نقطية مصفوفة أو الطباعة المصفوفة. يعني طبعا الترجمة باللغة العربية مش ممكن ما تكونش واضحة قوي, بس هي فكرتها إن أنت بتستخدم مجموعة من الهيدز كده أو البنز, هي نفسها الآلية بتاعتها في مجموعة من الهيدز أو الرؤوس كده أو الهامرز, سمول هامرز كده, بتبدأ إيه تتكتك كده زي الـ زي الـ which like typewriter old او تراديشنال تايب رايتر بس بالكترونيك. اجين العمليه او الاليه بتاعتها بيبقى فيه هدات كده او بنز بتبقى جوه, بتبدا ايه تامباكت او تضغط على البيبر عشان ايه تبرنت عليها. بيبقى الهدات دي عليها ايه الانك او عليها الحبر, فبتبدا تك 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 عشان تكتب التك تك دي او الامباكتنج دي. دي بتؤدي الى ان هي بيعمل برنت على الايه البيبر اللي موجوده دي. وخد بالك من حاجه, ان البيبر دي بتبقى دبل بيبر. يعني ايه دبل بيبر؟ يعني ورقتين كده هم داخلين في البرنتر, قال لا ورقتين جنب بعض ملزوقين في بعض. اول ما الشخص اللي هو بيعمل برنت اوت بيطبعها بيقطع الورقه دي وبيدي نسخه للايه, بيخلي العميل او الكلاينت او الكاستمر يساين على البيبر وبيدي له نسخه وبياخد هو نسخه. اكيد انت شفت الاليه دي, حد منكم شافها يا جماعه؟ ايوه انا شفتها قبل كده في المستشفى. مش في المستشفى شفتها, ممكن صح عند المحاسب. برافو عليك صح؟ ايوه يا مستر. تلاقي عند المحاسب حاطط البرنتر دي وبعدين بيطبع بيها, هتلاقيها بتطلع نويز وصوت عالي, بتقعد كده بتقعد زن كده لحد ما ايه تبرنت الاوت, ويقوم جاي يكت ذا بيبر اند جيف يو وان كوبي اوف ات. طبعا خد بالك من حاجه, لو انت تفتكر في حاجه اسمها نظام الورق الكربوني, حد يسمع عنه يا شباب؟ الورق الكربون؟ لا. طيب الورق الكربون ده كنت زمان مثلا لو انت بتروح مكان معين و مثلا لو في درس ولا حاجه, مدرس بيشرح لمجموعه من الطلبه, فبيقعد يكتب على ورقه كده, وبتحت الورقه دي بيبقى في ورقه كربونه كده لونها ازرق. ورقه كربونه دي بيكتب هو فوق على الورقه الاصليه, فبتطبع او بتعمل نسخه على الورق اللي تحت. يعني هو بيبقى معاه زي كتيب كده فيه مجموعه اوراق عاديه, ما بين كل ورقه والتانيه بيبقى حاطط ورقه كربونه كده, ورقه بنفس المساحه بتاعت الكربونه. هو بيكتب فوق ولكن يشيل الورقه تحت الكربونه, الورقه اللي تحتها بيطبع نفس الخط نسخه منه. فاهمني يا شباب؟
ايوه فاهم بس. ولا مش واضحه حته الكربونه دي؟ لا واضحه واضحه ما واضحه. نعم ما واضحه مش واضحه قوي. طيب هحاول ان انا اجيب فيديو كده بسيط. ايوه طيب تعال نشوف كده مع بعض. تعال نشوف مع بعض كده الفيديو ده. And it's ideal for craft and art projects. With its help, you can translate images on most surfaces, such as paper, wood, metal, glass, cloth, canvas, and so on. هو بيطلع هي الورقة الكربونة دي، ورقة سودة كده بيبقى عليها كربون ماتيريال، وبعدين هيعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هيعمل ايه. The dimensions of each sheet are 9 inches by 13 inches. المساحة بتاعت الورقة الكربون زي نفس مساحة الورقة العادية. طيب خد الورقة، This is how the Artesa graphite transfer paper look. عنده رسمة معينة اهيت عايز يطبعها على الورقة اللي تحت، يعني عايز same copy of this on the other page، نفس النسخة دي عايزها على الورقة دي، فهيحط الورقة الكربونة وبعدين هياخد الورقة التانية. While the lighter side is used for the imprinting. Let's see how it works when we translate a portrait of this lovely lady. The process of copying information from one sheet of paper to another involves placing a copy between these two sheets. Then, when writing text on the top sheet of paper, the same text is copied to the bottom of the other sheet. بدأ يرسم الصورة تاني، يعني يمسك القلم كده ويرسم عليها، يتكب القلم على الورقة، فهيحصل إيه بقى؟ It should be remembered that the transfer paper should be placed shiny side facing the object to which the image will be transferred. If the graphite paper is reversed, no image will be transferred. We also recommend fixing all the sheets on each side with several clips before starting the copying process. This way the sheets will not move. Begin drawing the contours of the image with a pencil. The Artesa graphite transfer paper can be used several times over and can produce many copies from a single sheet. ممكن نستخدم ورقة الكربونة دي أكتر من مرة. بص بقى، شال الورقة، remove the paper، وهيشيل ورقة الكربونة، بص اللي هيحصل. Voila, the final result. أيوة. Final result. يعني خدت بالك أنت ال... أهو. The final result. The final result. إيه؟ لو خدت بالك، لو ركزت هتلاقي صورة، الصورة اللي هو رسمها هنا الكربونة دي طبعتها على الورقة دي. دي فكرة الكربون. فأنت عندك نفس الشيء في الدوت ماتريكس. برينتر بتعمل إيه؟ برضو بتبرنت البيبر دي على تو بيبر. شوف. اهو شوف، شايف النويز اللي بتطلع معايا يا شباب؟ معايا يا اولاد؟ ايوه ايوه ايوه. أو هو بيطبع دلوقتي، شايف الامباكت هنا بقى، الهدات دي بتبدا ايه؟ بتبدا تضغط كده على البيبر دي، ودي ورقتين تعمل امباكت. ايوه بتبدا تطبع هنا، والورقه دي عامله زي ورقه كربون كده، بتاخد نفس النسخه وتطبعها على الورقه الثانيه، عشان العميل لما يديله الوصل مثلا لازم يكون نسخه طبق الاصل من الوصل. فمين اللي هيعمل الحركه دي؟ الدوت ماتريكس دي بتتميز عن البرينتر الثانيه. خد بالك هي مش حاطط لك كده الموضوع، اسف اعتباطا، لا هو بوضح لك الفكره. الدوت ماتريكس دي ليه why we use it and which places we can use it. سامع الصوت؟ نويزي، ولكن ميزة خطيرة جدا فيها. هو هيقطع الورقة خلاص، هيفتح النسخة دي والنسخة التانية، طبعا هم ورقتين جنب بعض، فهيطلع الورقة ويطبعها و أو يعني المفروض الورقة اللي طلعت دي تمام نفس النسخة دي، هم ورقتين جنب بعض. شايف الهولز اللي موجودة دي؟ بيفتح الهولز كده ويطلع بيبر يديها للكاستمر، وبيبر تانية بياخدها عنده في الشركة. واضح يا شباب؟
واضح واضح يا مستر. فالدوت ماتريكس دي فكرتها في الحته دي، في عمليه الامباكت او الضغط. الكلمه دي مهمه جدا جدا، عايزك تفهم. طب انا ليه بقى يعني حاطط الامباكت الدوت ماتريكس دي، مش حاطط ليزر وخلاص ورايح دماغي؟ ليه وجع الدماغ ده زي ما بيقولوا؟ يعني ليه النويز اللي معموله دي؟ ليه العمليه المرهقه ديت؟ ليه؟ لان هي بتستخدم، دي كان نويزي طبعا استخداماتها، نويزي انفايرمنت. انا ممكن استخدمها في جراشات، في ورك شوب، في اماكن application which where the printing quality not that important. يعني انا مش مهم قوي ان يكون في quality printing بغض النظر عن عملية الايه الورقة اللي طالعة دي والريسيت اللي هيطلع. they are used in application where multi-part stationery or fact that they can impact the printer of value. for example producing wage slip. يعني بستخدمها في الاماكن اللي بطبع فيها عمليات تقليدية stationary fact، زي مثلا بطبع الرواتب، الأجور، الوصل بتاع الـ receipt of paper of wage slip مثلا، الأجور، الحاجات اللي زي دي. فبضطر ان انا اطبع ورقتين او two copy of paper، او مش مهتم بعملية الايه الجودة او quality of printing زي الليزر والانكجت. شباب لو فصل لو الزوم فصل هبعت اللينك تاني. اوكي 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 تمام. مميزاتها والادفانتجز بتاعتها، دي كان يوزد ان ان انفايرمنت ذات وود بي بروبلم تو ليزر اور انكجت برينتر. فور اكزامبل الداست، يعني هي من مميزاتها ان هي لو في اماكن الاتموسفير او المكان مثلا فيه رطوبه، في داست، في ديرتي، دي ميزه كويسه ان ممكن استخدمها. جراجات، مش عارف ايه الحاجات، الاماكن اللي هي استخدام يومي او ديلي يوز، ومش مهم قوي حته الايه الكواليتي اوف بيبر ونويزي ومش نويزي، لا خلاص استخدم دي لان هي بتبقى ايه تشيبر. كاربون كوبيز اور مالتي بارت اوتبوت كان بي برودوسد، دي برضو ميزه. يعني عمليه النسخ الكربونيه دي بتبقى ميزه، اللي هي اللي انا قلت لك من عليها من شويه، which is two paper can be printing so you can take one paper and the client take the other paper. very cheap، رخيصه قوي قوي بالمقارنه مع مين؟ مع الاذر برينتر. easy to use، سهل جدا استخدامها. if continuous stationary required، لو انت عندك في استخدام مثلا لونج برنت جوب، الاماكن اللي هي فيها طباعه ويج سليب مثلا، الرواتب، الحاجات اللي هي فيها ايه حاجات تقليديه وقديمه قوي، او حاجات يعني ستيشنري ريكوايرد، او استخدام ايه استخدام تقليدي مثلا، او استخدام يومي، او استخدام مش مهم يعني، او تقليدي شويه، فهي بتبقى ايه ادفانتجز ليها. اما الديس ادفانتجز، في ثلاث عيوب: ان هي فيري نويزي و actually cost more than الانكجت برينتر by initially. خد بالك من الحته دي، by initially، يعني هي مكلفه وانت بتشتريها في الاول لو قارنت سعرها compared with الانكجت، هي بتبقى ايه غاليه شويه عن الانكجت، ولكن في الاول الانك بتاعها او الحبر بتاعها مش مكلف، يعني مش كوستد. فتالت حاجة ان هي من عيوبها ان هي very slow poor quality، very slow و poor quality printing، ده عيب برضو، ان انت يعني بطيء قوي والكواليتي بتاعت البيبر مش قوية زي الانك والليزر. وده طبعا حسب الايه depend on the place of using، مكان الاستخدام، using place. تمام، ده النوع الثاني من الايه الثالث من البرينتر. النوع الاخير بقى بدا يتكلم عنه بالتفصيل شويه، لو قطع علينا الزوم يا شباب هنبعت اللينك زي ما قلنا، اللي هو 3D printers. 3D prints، في اي اسئله طيب يا شباب في الثلاث انواع اللي فاتهم دول؟ مستر احنا في الانك في الدوت ماتريكس نقدر نقول ان هي not used for large paper work في الديس ادفانتج، صح؟ عايز تضيف النقطه دي؟ ماشي اوكي. slow poor quality، ما فيش بيبر كتيره، ممكن تزود من عندك. you can increase your answer like this. yes، شاطر يا محمود. اسئله تانية؟ لا yeah. طيب تمام، هنكمل البرينتر الثالثه ان شاء الله ما يلحقش يفصل علينا، اللي هي 3D printer، الطباعه. دي بقى النيو تكنولوجي، اللي هي 3D printer are primarily used in computer aided design.
طبعا هي بتستخدم في البرامج اللي هي بمساعده الكمبيوتر او برامج التصميمات الديزاين باي كمبيوتر ابلكيشن، يعني لازم يكون في ابلكيشن معين تفتحه وتشتغل عليه بتعمل من خلاله ايه، يو كان يوز ويذن ات الديزاين ال 3 دي اوبجكت اون ات. في برامج كتيره طبعا بتبدا ان انت تعمل بيها الاوبجكت بتاعك بشكل ثلاثي الابعاد يعني، وبعدين تبدا تستخدم ال 3 دي برينتر زي ما انت شايف ده شكلها. They are primarily based on inkjet. الفكرة بتاعتها أو الآلية بتاعتها primarily based on a inkjet and laserjet technology and can produce solid object. بس هنا الفرق ان انت بتطلع ايه solid object that actually work. That actually دي الفكرة بتاعتها أو الميثودولوجي بتاعتها primarily based on نفس الآلية بتاعت الانكجت والليزرجت بس بتطلع ايه object 3D object أو object solid يعني تقدر تمسكه بإيدك زي القطع اللي هي البيس اوف جيمز مثلا القطع الصغيره سمول كارز واتشز مش عارف ايه بتبدا تبرنت القطعه دي بالكم زي هوريكم فيديو كمان شويه. The solid object is built up layer by layer. الله الاليه بتاعتها برضو ما زال بيشرح فيها ان انت بتطبع الاوبجكت دوت layer by layer بيبدا ينزل جزء جزء using material such as powder resin ريساين او باودر دي ميتال او بيبر اوف اور سيراميك. يعني ايه؟ يعني هو بيستخدم ماده معينه او ماتيريال معينه بيبدا ينزل الماتيريال دي لاير باي لاير طبقه طبقه كده من تحت لفوق فروم داون تو اب عشان يبدا ايه يكون الاوبجكت بتاعي. يعني الاوبجكت ما بيكونش متكون نوت كونسيست. سو هاو كان ات برنت ذا اوبجكت او يطلع الاوبجكت ده انه بيبدا يحط لاير لاير طبقات فوق بعض كده بشكل معين لحد ما الاوبجكت بيتكون معايا. طيب ذا الو ويل شون الالو ويل دي او العجله اللي قدامك ديت مالها هير ووز ميد using industrial 3D. دي مطبوعة أو طلعت من خلال 3D printer. It was made from many layers. اتعملت إزاي؟ اتعملت من خلال layers كتيرة أو طبقات من المواد اللي هي اللي قال لك عليها دي زي الباودر ريساين أو الباودر ميتر اللي هي المواد مواد باودر كده سواء كانت ريساين يعني إيه زي مادة ال اللهم صل على النبي اللي هي ماده الايه النيكل كروم مثلا او المواد اللي هي الباودر دي بتبدا تنزل بشكل معين وبيبدا يعمل لها ايه يلزقها ويا بعض عشان يكون الايه الاوبجكت ده. طيب فهنا بيقول لك الاوبجكت اللي قدامي دوت او الالو ويل ده اتعمل ب 3 دي برينتر. It was made from many layers. بيقول لك هنا ايه made from many layer of powder metal تمام using technology known البندر 3D printer. التكنولوجيا دي اسمها ايه بندر 3D printer. other example are discussed below. هنناقشها او هيوضحها لك فيما بعد يعني اللي هي الخاصيه دي البندر 3D printer دي طبعا الاليه دي لازم يكون في كمبيوتر ايدد ديزاين او عندك ابلكيشن يعني على الكمبيوتر وبتبدا تشتغل عليه وبتكون الاوبجكت عشان تبدا تعمل عمليه البرينتنج دي. طيب يقول لك هنا ايه various type of 3D printer exist. they range from size of a microwave oven up to size of small car. يعني هو ممكن الاشكال او الديزاين بتاعه البرينتنج دي ممكن تطلع يعني باحجام كبيره جدا او احجام صغيره. 3 دي برينتر اديتيف. بص بقى هنا اديتيف مانيفاكتشر او الاضافيه اديتيف وفي سبتراكتيف. ايه القصه بقى؟ ال 3 دي برينتر هي عباره عن اديتيف مانيفاكتشر صناعه الايه الاضافه او بتشتغل بطريقه الايه الاديتيف او ادينج او اضافه. يعني ايه الفكره؟ ذا اوبجكت بيلت اب لاير باي لاير. يعني الاوبجكت ده بيتكون ازاي؟ انه بيضيف القطع او يعمل ايه عمليه الاديتيف يضيف الايه اللايرز باي لاير عشان يكون الاوبجكت. يعني هو الماده اللي بتكم فروم اب
بليز دي بتنزل وبتبدا ايه تقاد قطع على قطع كده بشكل معين بديزاين معين لحد ما يحصل الشكل ده يتكون. اما في التراديشنال ميثود الطريقه التقليديه ان انت بتعمل سبتراكتيف مانيفاكتشر. سبتراكتيف مانيفاكتشر دي يعني تعمل ريموف اوف ميتال او ماتيريال تو ميك ان اوبجكت. فور اكزامبل ميكينج ستاتس using a 3D printer would involve building up layer by layer using the powdered stone, تمام, until find the object was formed. Will subtracting method was involved carving of stitches out of stone. This is removing the stone of required. يعني ايه الكلام اللي بيقوله دوت؟ until طبعا the final item produced. بيقول لك ان انت طريقه ال 3D printer دي بتتكون من خلال ان انت بتعمل اديتيف او بتضيف القطع او الماتيريال بتاعتك اللي هي قلنا الباودر ديت بتضيفها عشان تكون الشكل. اما في الطريقه التقليديه اللي هي السبتراكتيف ان انت عندك قطعه كامله وبتبدا تنحت فيها او تعمل كارفنج فيها عشان تطلع الشكل ده. يعني انت لما تسمع عن فن النحت مثلا الكارفنج ارت بيعملوا ايه؟ بيجيب لك مثلا قطعه من الطمي مثلا وبيبدا يشكلها عشان يطلع الاستاتوس او الاستاتو اللي هو التمثال. يعني هو القطعه اصلا قدامك ويبدا ينحت فيها بادوات تولز معينه. دي التراديشنال. اما ال 3 دي برينتر لا, ده 3 دي برينتر ده انت بتطلع الشكل, بتاد الاوبجكت, بتكونه من جديد من خلال الايه البرينتنج 3 دي برينتنج ديت او العمليه دي, ان مفيش اوبجكت اصلا متكون فانت بتنزله او بتكونه بتفورم ات لاير باي لاير لحد ما يتكون الشكل قدامك. اما الطرق القديمه كان قدامك اصلا الاوبجكت موجود وبتبدا تنحته عشان تطلع ايه التمثال, زي النحت في فن النحت عند الفراعنه مثلا او فن النحت التماثيل والحاجات اللي زي دي بتبقى اسمه سبتراكتيف. دي خاصيه او طريقه السبتراكتيف. فانت تعرف الفرق بين الاديتيف دي اللي بتشتغل عليها 3 دي برينتر, اما السبتراكتيف دي الطرق التقليديه لتكوين الايه 3 دي اوبجكت. واضحه يا جماعه الحته دي؟ واضحه يا شباب؟ واضحه يا مستر. نعم. طيب هنا برضو بيقول لك similarly the CNC أو الكمبيوتر controlled machine a type of lathe removes the metal from an object with 3D printer. يعني هنا بيقول لك الكمبيوتر controlled machine the type of lathe دي moves a metal to form بيحرك بيبدأ اللي هي الأدوات أو الأدوات الميكانيكية يعني أو الكمبيوتر controlled machine دي بتبدأ تعمل إيه؟ بتستخدم عشان تنحت او تعمل سبتراكتيف للقطعه اللي بيكونها يعني. اما بيرموف الميتال. اما بالنسبه لل 3 دي برينتر دي بقى لا, دي بروديوس بينتج القطعه اصلا من اول, هي ما بتكونش موجوده وبيبدا يعمل لها كارفنج. لا ده هي اصلا نوت يعني بيبروديوس الميتال ايه فروم سكراتش. اتفضل يا محمود. محمد ايش ال سي ان سي؟ السي ان سي ده اختصار لايه؟ كمبيوتر كنترولد ماشين, او اللي هي الالات او القطع الدقيقه اللي بتبدا تنحت او تكون الايه المواد المعدنيه مثلا. تمام. يعني انت دلوقتي مثلا اللي هي المخارط, يعني مخرطه بالعربي كده, او عندنا في مصر يقول لك ده انا رايح المخرطه بيخرط قطعه معينه يعني ايه بيقطعها او بيشكلها, يعني بيشكلها باستخدام السي سي ام او السي ان سي اللي هي الكمبيوتر كنترولد ماشين. دي الالات اللي بتخرط القطع. يعني على سبيل المثال زي مثلا عندك بايب مثلا سمول بايب يو وانت تو كارفنج ات, يعني مثلا ماسوره مثلا معينه وعايز تخرطها, او عندك مثلا تلاقي في لو في عندكم حد في يعرف حاجات في الميكانيزم اوف كارز مثلا, تلاقي في عندك الدرام بتاع البريك بتاع السياره بتيجي بعد فتره يقول لك ده انت محتاج الدرام ده تعمل له تخرطه او تشكله او تمسح الحاجات اللي عليه, فبتروح تستخدم الكمبيوتر كنترولد ماشين ده. هو بياخدها الراجل الميكانيكي وبيروح ايه يظبط القطع اللي هي بتاعت الدرام بتاعت الفرامل دي لان بتبقى مش مستويه, فبيبدا يظبطها بالكمبيوتر كنترول, بيبدا يسويها يعني بمعنى اصح لان الماده بتبقى صلبه. لكن يعني اوتوماتيك صح؟ اوتوماتيك. تخيل معايا يعني ان انت دلوقتي بتشكل ترس, الترس ده عباره عن قطعه حديد وعايز تصمم ترس معين, ف
فبتستخدم السي ان سي ده او الاجهزه الكمبيوتر اللي بتبدا تنحت فيه. فاهمني؟ نعم. بتنحت فيه ده السي ان سي دي الطرق القديمه. يعني انت متخيل مثلا يا متخيل يا محمد ان زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا عندك الكفر او الغطيان او البلاتس مثلا الاطباق مثلا بتتعمل ازاي الاطباق دي البلاتس دي بتتنحت او الحلل بتبدا تدخل كده على اجهزه زي سي ان سي دي وبتبدا تتشكل بتبقى اصلا قطعه معدنيه وبتبدا تتشكل خدت بالك ففي اجهزه كمبيوتر بتشكل القطعه دي ده مختلفه عن نظام ال 3 دي برينتر ال 3 دي برينتر لا ده انت القطعه اصلا مش موجوده وهو بيبدا يعمل لها ايه برينتنج بيبدا يعمل لها برينتنج تعالوا نشوف مع بعض كده فيديو عن ال 3 دي برينتر فيديو بسيط كده I love the 3.5-inch HD touchscreen display and the fact that it not only shows you previews of the model files before you print, but it also gives you a real-time printing status. هو هنا بيتكلم على برينتر معينة اهيت ادي شوف الحبر عامل زي نظام الانكجت واخد بالك وبيركبها البلاج هنا بيركبه في الالكتريستي وبتبدأ البرينت عايزك تشوف الآلية. than the Monoprice Select Mini, which is amazing considering the finder itself is only a 16.5-inch cube. هو بيشرح خصائص البرينتر معينة يعني بيوضح لك الإمكانيات بتاعتها بيقول لك إن كمان ممكن يكون فيها إمكانيات الواي فاي Three-and-a-half-inch HD IPS touchscreen display, even showing you real-time status of your print. And for the cons, unheated print bed. Aftermarket PLA is difficult to use. Small volume. This 3D play 3D print, making it ideal for beginners or hobbyists that don't need premium features. The second product on our list, 3D printer. About the size of two shoeboxes put together. You can put it right up on your desktop and watch it do its wonders. Unfortunately, the trade-off of having such a small footprint also means that you lose some build area. ممكن تطلع اشكال دي بص بقى اللي عملت البرينتنج هنا. The 3D Creative Photon 3 Pro is a DLP printer. This means that instead of squirting plastic filament through a hot nozzle to create objects, it shines UV light into a vat full of photoreactive resin. شوف الديزاين اللي طلعته ازاي؟ The good news is that the Photon 3 Pro comes fully assembled, so your first print is ready to go right after leveling your heating bed. الفوتون أو new technology من استخدام الفوتونات الإلكترونية بنظام الفوتونز إلكترونيك أثناء عملية الطباعة. It's tricky for beginners, but it is essential, so you'll want to make sure you spend the time to do it correctly. There's an LCD touchscreen, and the UI is pretty simple and straightforward. However, it does not come with an automatic resin filler like some higher-end machines. So if your goo starts to run low, you'll have to pause the print to add more manually. You'd actually be surprised at how good the print quality is. This machine produces surprisingly accurate details and is capable of printing layers thinner than 10 microns, making it far more detailed than even most high-end FDM 3D printers. The pros are affordable. This is one of the most affordable resin-based 3D printers around. Print, extremely high detail prints, touchscreen. هو هنا طبعا بيتكلم على آلية برينتر معينة احنا عايزين نشوف برينتر تانية تكون بتشتغل فعلا هنا اهو تقريبا هنا موضح البرينتر دي او دي نشوف حاجة صغيرة ايوه Ever since they became available to your average consumer اه شايف ركز بقى هنا شوف عملية البرينتنج بينزل layer by layer معايا محمد معايا محمود نعم معاك يا مستر شوف الاوبجكت اصلا ما كانش متكون فبيبدا هنا بتكونه ازاي بص بينزل ايه لاير لاير عشان يطلع الشكل شوف اهو طلع شكل كوين اهوت او ديزاين معين طلعه البرينتر طلعته 3D
But thanks to the technological progress made in the past few years. شايف التكنولوجيا بص 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 شوف طلع الديزاين ازاي نزلت من تحت لاير باي لاير لحد ما طلع الشكل شوف هتعمل الحركه دي There are off limits to the majority of people. But thanks to the technological progress made in the past few years. بينزل ماتيريال معينه بستخدم دي مثلا ماده بلاستيك مثلا بينزلها وبتبدا ايه يلزقها مع بعض لحد ما يكون الشكل. We're now able to buy a decent 3D printer for as little as $200. And in the following minutes, we're going to help you make the best possible decision and show you our top choices when it comes. ايوه دي هنا بقى ال CAD او الكمبيوتر ايديد ديزاين البرامج اللي بيستخدمها 3D بيبدا يديزاين الشكل قدامه ويعمل له برنت. طبعا الالوان والحاجات دي حسب التونر او اللي مستخدمه. طبعا بيطلع هنا ديزاين بشكل معين وبمساحه معينه وده جوده وكفاءه معينه عشان يطلع بالشكل ده 3D. DaVinci Mini is a wireless 3D printer that uses filters. شايف ادي السي اي دي اهي الكمبيوتر ايديد ديزاين. برامج كمبيوتر بيبدا يديزاين بمساحات معينه وعنده البلات معينه او البلاتفورم اللي بيشتغل عليها بياخد بقى المساحات بويدث وهايت وارتفاع ولينس بشكل معين قبل ما بيعمل البرنت. So printing with it will be entirely. أدي الديزاينات اللي طالعة هي وعامل ديزاينات قدامه على الكمبيوتر وبيبدأ يعمل لها برنت فبتطلع بنفس الشكل ده. كل الألعاب دي أكيد إحنا إيه شفناها معانا في حياتنا العامة وبنلعب بيها وبنمسكها وكل الأدوات دي معمولة بال 3D printer. This device is so user friendly that you literally just have to push a button and it will print away your favorite objects. DaVinci Mini costs only $200 and it's definitely one if not the best choice. دي المادة اللي بيستخدمها هي الميتال بتاعته سواء كانت بلاستيك او كذا او كذا بتبدا هي البرينتر بتسحب منها وتعمل لها ميلتنج مثلا او تصهرها قبل ما تطبعها. او شوف طلع الشكل عامل ازاي. Produced by Monoprice, Select Mini is a highly versatile printer, being able to use all types of filaments from the class. نكمل الفيديو يا جماعه ولا واضح؟ واضح. واضح بس. بس هل ال 3D printer بتخطئ؟ لا ما فيش هنا يعني معدل الخطأ أو الفيلير تايم بتاعها بيبقى بسيط جدا يعني الايرور أو الفتل ايرور بتاعتها بتبقى بسيطة مش ما فيش الكلام ده حتى النيو برينتر هنا بيعالجه لو في مشاكل زي دي لكن نسبة الخطأ بتبقى من حيث الديزاين مثلا أنت البرنامج اللي أنت بتشتغل عليه ممكن تخطئ مثلا في الديزاين بتاعك أو في المساحات قبل ما تعمل برنت. شوف هنا بيقول لك ايه السليكت ميني الصغيره منها بكام $190 فانت شوف وادي الماده البلاستيك اللي طالعه هنا دي او البلاستيك تيوب دي طالع بتبدا البرنتنج ايه بتصبها هنا فلا الاخطاء بتبقى بسيطه فيها ده لدرجه ان انت دلوقتي يعني ممكن زي ما هتشوف دلوقتي ممكن ايه تطبع الماده دي وايه تعمل لها لزقه على مواد ثانيه بحيث ان انت يعني النيو تكنولوجي هنا انا قريت في الموضوع ده او انت لو قريت في الموضوع ده هتلاقي ان الكلوذس النيو كلوذس دلوقتي معموله 3 دي يعني الملابس الجديده او في النيو جينيريشن ان اللبس اللي انت لابسه سواء جاكيت او قميص او بتاع بيبقى عليه قطع 3 دي اصلا مطبوعه يعني انت مش فلات بقى هنا لا خلاص في بروز وفي ديزاين لشكل 3D اصلا مطبوع على التيشيرت اللي انت لابسه او على الجاكيت او كذا 3D ده معمول بالبرينتر دي. واضح يا محمد؟ واضح محمود؟ فهي لا معدلات الخطا بتاعتها بتبقى قليله. اي طبعا الديزاينز اللي مطلعها ايه عامل مثلا مركب عامل كار عامل ديزاين زي دوت عامل الشكل دوت عامل حرف الاس تبدا يطلع الديزاين دي طبعا بيصممها على الكمبيوتر الاول وشوف هنا استخدمها هو عامل فيها مثلا اهو حط فيها رايس مثلا ولا حاجه بتبدا تبرنت اهي بيدي الاوردر وادي بص شفت الحركه بص نرجع تاني الحته دي جميله قوي الحركه هنا ايه افقي وراسي وفوق وتحت يعني غير الليزر جيت او الانك جيت ان انت رايت اند ليفت دي ابس اند داون كمان يعني شوف ابس اند داون وواي فاي وامكانيات كمان خطيره يعني وجوه الصندوق دوت خلاص البوكس بتاعي وبتبدا تتحرك اهي بتكون لاير باي لاير شوف غير عمليه النحت يعني الكارفنج لا انت بيبقى قدامك اوبجكت وبتبدا تنحت فيه اللي هي حته السي ان سي اللي انت سالتني عليها يا محمد من شويه واضح يا محمد؟
نعم هنا الشكل مش متكون بيبدأ يكونه. طبعا خد بالك ان ممكن الشكل ده او الاوبجكت اللي طلع ده اهو هنا السي اي دي اهوت كمبيوتر ايدد ديزاين وبيبدأ يبرنت هنا الاوردر اهوت متوصل بالبرنتر اهوت الكيبل اهوت وبيبدأ يبرنت هنا الشكل اللي هو عمله او صممه على الكمبيوتر بيكونوا الماده البلاستيك اللي بتنزل دي او الماده الهلاميه اللي بتنزل دي اهي كونت شكل المركبه الصغيره اللي هو عملها. حاجه خطيره جدا جدا. خد الديزاين من على الكمبيوتر وبدأ يطبعه. طبعا الانك بتاعها مواد عضو مواد معينه خاصه بالطباعه. هو هنا بيتكلم على نوع من الطبعات بسعرها $500 مثلا ولا حاجه متوصله ازاي وامكانياتها وكذا وكذا وبيشرح التفاصيل بتاعتها وعمليه الطباعه ازاي وبتنزل على او يطلع اشكال او ديزاينات جميله جدا جدا. طبعا بتاخد الديزاين ده وبتبدأ تسوقه او تبيعه او whatever يعني. دي ب 5000 ولا 500 500 تبدأ تبرنت إمكانيات أعلى شوية. وده السي اي دي أو الديزاين المساحة عندك بتبدأ تشتغل عليها بتصمم 3D وبتبدأ تدي أوردر البرنتنج. خلص الأوبجكت طلعته. ممكن الأوبجكت ده يحتاج إن أنت مثلا أهو شوف دي كبيرة شوية شوف الأوبجكت قد إيه. خد بالك إن في هومز او بيوت بتتصمم 3D اه شايف طلع قطع صغيره العاب بتاع ديزاينات يعني خطيره جدا لاير باي لاير شوف لاير باي لحد ما يكون الراس اهوت طلعت الشكل مثلا اهوت الفرعوني القديم بتاعنا ده تمام مثلا طلع الاشكال الصغيره ديت اوبجكتس دي كلها وهكذا. ادي التونر بتاعها او الكارترج بتاعتها بتتغير ازاي وبيتحط فيها ماده ايه وبتاخدها ازاي من البايب اللي فوق دوت بيشرح امكانيات. ادي ده هنا الرامات خد الاوبجكت بتاعته كفايلز ودخلها على الكمبيوتر وبدا يفتح الفايلز اهوت وبدا ايه هيدي الاوردر بتاعه او عشان يكون يعمل برنت كون الاوبجكت نزلت الاوبجكت لاير باي لاير ما كانش متكون بس هي بدات تطبعه. هو هنا يمكن القطعه سخنه شويه ولا حاجه بيوضح لك هنا امكانياتها بتنزل تطلع ابس اند داون رايت اند ليفت وهكذا عشان يكون الاوبجكت بتاعي والسرعه بتاعتها والفاسيليتيشن والالوان كمان ابيض ازرق هكذا العاب تماثيل اشكال كده حربيه اشكال العاب وهكذا. طلع اشكال مختلفه ديزاينات مختلفه تروس. وادي المادة شايف المادة بتمشي اهي المادة البلاستيك دي مثلا او المادة اللي بيستخدمها عشان يطبع الشكل زي ما انت شايف. واضح يا شباب؟ واضح واضح. هنا بقى بدأ يتكلم على الدايركت 3D دي. في عندي البندر 3D والدايركت 3D. ايه الدايركت 3D؟ الدايركت يوز الانكجت تكنولوجي يعني تكنولوجيا الانكجت. ايه تكنولوجيا الانكجت دي؟ هي مش انك يعني نفس التكنولوجيا بتاعت الانكجت اللي هي الحركه بتاعت الايه الاحبار يعني الحركه الميكانيزم بتاعت الايه الموفمنت. ابرنت هيد الهيد بيعمل ايه؟ كان موف ليفت اند رايت. دي الانكجت تكنولوجي از ان نورمال برنتر زي البرنترات العاديه. هاويفر البرنت هيد كان اولسو موف ابس اند داون. حلو قوي. ده الاختلاف بقى عن الانك جيت العاديه ان انت رايت اند ليفت في الانك جيت العاديه ولكن هنا ابس اند داون وبيبدا ينزل الايه layer by layer for the object. Each layer less than tens of millimeter. اللاير الصغيره جدا جدا المواد يعني ما بينزلش لاير مثلا 5 سم لا ده بتبقى رفيعه جدا عشان يكون الاوبجكت ايه يكون اكيوريت او دقيق. بالنسبه للبندر 3D بيقول لك هنا البندر 3D similar to 3D printer ولكن في حته هنا مختلفه ان this method use two passes for each of the layer. يعني ايه two passes for each of the layer؟ الباس الاولاني بيعمل ايه؟ الباس الاولاني بيبدا ينزل اللاير. طيب الفيرست باس بيسبراي دراي باودر بيبدا ينشر الباودر بتاعته واللاير الثانيه بيبدا يعمل لها الحته اللي انا قلت لك عليها بقى اللي هي ايه؟ second pass دراي باودر اون ذا سكند باس ابندر تايب اوف جلو بيبدا يلزق بقى هنا التايب ايه اوف جلو از سبريد تو فورم السوليد اوبجكت. يعني هو بيبدا ينشر او ينزل الباودر بتاعه واللاير الثانيه بيبدا ايه تايب اوف جلو او يبندر
يلزق يعني بايند اوف جلو بيسبراي على الاوبجكت ده عشان يلزقوا مع بعض. فده الفرق بين الدايركت 3 دي ان هي بتنزل الاوبجكت على طول لاير باي لاير يعني معمولين يعني بندرلي، لكن دي بيعمل الباودر الاول وبعدين يلزقه او يعمل له جلو البندر 3 دي. في بقى بيقول لك هنا نيور تكنولوجي اللي قالها هو هنا في الفيديو اللي هي بيستخدم ايه ليزر اند الترا فايولت لايت، يستخدم الاشعه فوق البنفسجيه عشان يهاردن ليكويد بوليمرز عشان ايه يثبت المواد البوليمريه دي. ايه المواد البوليمريه دي؟ دي مواد بتبقى سوليد وبتتحول لشبه سائله. لو حد منكم بيدرس فيزياء ولا ما فيش حد بيدرس فيزيكس هنا؟ بدرس فيزياء. المادة البوليمرات، درست البوليمرات او البوليمرز ولا ما درستهاش؟ طيب المواد البوليمرية دي او الليكويد بوليمر دي، دي مادة بتبقى سوليد شوية، لما بتتحط في مواد معينة ليكويد او مواد بشكل معين بتبقى بوليمرز او زي الطمي كده، او تبدأ ان انت تشكلها بسهولة. فهنا بيقول لك انك بتستخدم التكنولوجيا الجديدة اللي هي الالترا فايولت، انك بتحول الليكويد بوليمرز ماشي. This future دي further increase the diversity of products that can made، يعني بيدي قوة أو صلابة أو يعني إيه أفضلية في الاستخدام ده. newer technology طبعا، يعني ممكن أوريكم فيديو برضو بسيط كده عن البوليمرز. بوليمر كليز، انت لما تشوف الفيديو هتفهم ايه البوليمرز دي اهي. الواضحة يعني مادة كده عضوية، لا هو مش الفيديو ده، ممكن نحاول نشوف فيديو تاني. يعني اهي زي ما انت شايف كده، يعني اوبجكت كده بتبقى عاملة زي الصلصال يعني، عارف اهو مواد بوليمرية أو شيء بيشكلها، ده البوليمرز اوبجكت عامله زي الصلصال كده بيبدا يستخدمها هو. فبيقول لك انك ممكن تستخدم النيو تكنولوجي الترا فايولت، شوفها كون منها ايه اشكال عامله ازاي وهكذا بوليمرز تمام. الماده دي بقى بيستخدمها في الايه في 3 دي برينتر عشان يطلع الشكل ده، بس بيستخدم معاها ايه الالترا فايولت تمام، او الاشعه الايه الفوق بنفسجيه. طيب هنا في شويه خطوات كده بيوضحها لك اهي. هنا الستبس دي البروسيس اوف برودوسنج الاوبجكت يوزنج 3 دي برينتر سمرايز، ملخصه في الجدول الجميل ده وبيجي منه ساعات اسئله في الامتحان. 3 دي برينتنج ريجاردس الايه البينج بوسيبيليتي ذا نيكست اندستريال ريفولوشن سينس will change the manufacturing، هتغير الصناعات فيما بعد في الفيوتشر يعني. الجزء ده نظري قوي يا جماعه، بس بيجي منه في الامتحان يعني ساعات. احنا هنحاول النهارده ان شاء الله نخلص الجزء بتاع الليزر برينتر ده او 3 دي برينتر ونكمل المره الجايه. هنا بيقول لك الخطوات اهي، الديزاين از ميد يوزنج كمبيوتر ايدد، تبدا الاول تفتح السوفت وير الخاص بال 3 دي برينتر، تاني حاجه بتفاينلايز دروينج بتبدا ترسم الشكل بتاعك. دي الخطوات بتاعت 3 دي برينتر، اول حاجه تفتح تعمل ديزاين على الكمبيوتر، تاني حاجه تفاينلايز الدروينج امبورتد انتو سم سبيشال سوفت وير، تستخدم السوفت وير المناسب عشان تفاينلايز الديزاين بتاعك. بعد كده 3 دي برينتر از سيت اب الاو سوليد اوبجكت تو بي ميد، بتبدا تجهز ال 3 دي برينتر بتاعتك بالسوليد اوبجكت اللي انت هتبدا تصنعه، اللي هي المواد بتاعتك الباودر ولا البوليمرات ولا. بعد كده السوليد اوبجكت از بيلت اب لاير باي لاير، يبدا الاوردر بقى ينزل هنا يشكلها لاير باي لاير زي ما شفنا من شويه في الفيديو. اوفن اونلي بيبقى 0.1 مليمتر سمك صغير جدا، اللاير دي رفيعه جدا ما بينزلش اللاير بحجم، لا ده بتبقى 1/10 ملي يعني تقريبا بحجم الايه السمول تيشو تمام. لحظة واحدة يا شباب. معايا يا شباب؟ تمام؟ السوليد اوبجكت بعد كده بيبدا ينزل لاير باي لاير. بعد كده آخر حاجة الاوبجكت ده از ريموفد فروم البرنتر، بص بقى هنا، اند ذيس از بريبيرد فور اكزامبل، سم يوز جيلي لايك سبورت،
في مواد بتبقى جيلي سبورت ذات نيد تو بي واشد. ساعات مثلا انت بتاخد القطعه اللي الطبعه دي وبتغسلها او بتعمل لها واشنج اويد باي immersion in water، يعني لازم ان انت تحطها يعني او زي ما نقول كده يقول لك يغطسها في الميه يعني عارف. some required بعض المواد التانية بت removal excess plastic powder، بتشيل من عليها البلاستيك باودر اللي نزلت عشان تخلص يعني بتفاينلايز الاوبجكت يعني. and other required، وبعدها التاني بتبدا تعمل cutting away، بتشيل الايه الانيوزد ماتيريال لو في مواد زياده مثلا ولا حاجه. وهي دي الحته اللي انت قلت لي عليها محمد، هل بتطلعش دقيقه؟ لا، انت ممكن البرينتر بعد ما تطلع الاوبجكت او تاوت الاوبجكت ممكن تحتاج ان انت توشنج ات او تريموف حاجات بسيطه مثلا متكونه لسه او كذا او كذا صم يعني، مش دايما يعني، او ان انت تسيبها تبرد شويه يعني وات ايفر الايه حسب الميكانيزم او الميثودولوجي بتاعه البرينتر بتشتغل ازاي. واضح يعني انت طلعت الاوبجكت او خلاص حصل برينترنج للاوبجكت، الاوبجكت ده ممكن يكون سخن مثلا شويه فانت محتاج تدفيه، ممكن تحطه في ميه عشان يبرد، ممكن حسب البرينتر، او ممكن خلاص هو نزل على طول والمادة لزقت وتشكلت وخلاص، ممكن يقول لك لا سيبها ربع ساعة ما تفتحش على الأوبجكت مثلا. دي الحتة دي اللي هي بتاعت البرينتنج. طيب دي الستبس بتاعت الايه البرينتنج producing object by a 3D printer. بيقول لك هنا بقى ايه ال هنا بيقول لك ايه الـ next industrial revolution، الثورة الصناعية اللي جاية يعني since will change الـ manufacture، هتغير شكل الـ الصناعات اللي جاية يعني. الـ following list، القايمة اللي جاية دي أو النقط اللي جاية دي مالها just a glimpse into what no can be make using of printer، بتوضح لك يعني استخدامات المختلفة للبرينتر دي. و هو فاضل هنا 10 دقايق برضه يا شباب، فاضل هنا 10 دقايق، هنحاول ان احنا نخلص قبل 10 دقايق. يعني بيقول لك يعني النقط دي هي استخدامات البرينتر، وممكن يعني مش مجرد اختصار، لا ده احنا ممكن نشرحها في كتب نتكلم عليها في كتب. اول نقطه بيقول لك الايه البروسيثيك لمبس او الاطراف الصناعيه، الاطراف الصناعيه طبعا ربنا يحفظها جميعا، اللي ممكن ان هي تتصنع بالايه ب 3 دي برينتر. لو حد انجرح ولا مثلا جزء من جسم الانسان مثلا زي الرجول الصناعيه الاطراف الصناعيه يعني. ثاني حاجه ممكن استخدمها في ايه في ميكنج ايتمز الاو البريسيشن ريكوجنيشنز سيرجري، يعني مثلا في عمليات جراحيه دقيقه جدا فمحتاج ان انت تشكل قطعه معينه بشكل معين دقيق قوي، ريكونستراكشن اعاده هيكله، زي مثلا واحد عمل الله ما حفظنا حادثه ولا حاجه، بتحتاج بريسيشن، بتحتاج شكل دقيق جدا، كان بيت فروم سكاننج السكال، بتاخد جزء من الجسم مثلا عشان تعمل له سكاننج فيشيال مثلا ولا حاجه، واجهه مش عارف ايه، مناخير، حاجات زي كده عشان يشكل نفس الشكل نفس الديزاين بالظبط، فانت بتحتاج 3 دي برينتر. ايه كمان ان ايروسبيس او مانيفاكتشر لوكينج ميكينج وينجز ايروبلان في الفضاء، وفي الايروبلان اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الايه الحاجات اللي هي الطيران والحاجات اللي زي دي، ممكن استخدم ال 3D تكنولوجي لو بتصنع قطع معينه خاصه بالحاجات الدقيقه دي. في الفاشن هنا الحته اللي انا قلت لك عليها، الفاشن والديزاين والارتس والتصميمات اللي ممكن تكون الكلوذس مثلا او الموضه او الحاجات اللي زي دي مصنوعه ب 3D برينتنج. ميكينج بارت اوف ايتم no longer in production، لو في قطع مش موجوده اصلا في خط الانتاج، يعني مثلا لو بارت فور افنتج كار مثلا، لو عندك عربيه قديمه ولا عندك حاجات قديمه قوي وبتصنعها ومش لاقي القطعه دي، فبتستخدم 3 دي برينتر عشان ايه تصنعها. واضح يا جماعه الاستخدامات بتاعتها؟ واضح يا تمام. There are just a few of exciting applications that make use of this new technology. يلا كامل سيرش بقى هنا، يوز الانترنت عشان تسيرش على استخدامات او انوفيشن او الاختراعات اللي تمت بواسطه الايه 3 دي ابلكيشن. الادفانتجز والديس ادفانتجز اوف ذيس برينتر خطيره جدا جدا، ان احنا المانيوفاكتشر اوف ايتم هاز بيكم ماتش ايزير ذان اوفر ايفر بيفور، بس اسهل بقى ان انت تصنع القطعه دلوقتي عن زمان كنت تصنعها بصعوبه جدا. 3 دي برينتر بتشكل حاجه قدامك 3 دي، يعني بتستخدمها حتى في الميديسن في الطب في في في
يعني في المحاكاة simulation الحاجات اللي زي دي خلاص بقى الموضوع اسهل دلوقتي. الواي فور كاستمايزنج تطلع اي برودكت انت عايزه، تبدا تستخدم الكمبيوتر والديزاين الشكل اللي انت عايزه وتبروديوسه كمان بقى شكل قدامك تقدر ايه يو كان تاتش ات فيزيكال، مش محتاج صعوبه جدا. ده برينتر وهتطبع، تطبع اي شكل، تطبع تمثال، تطبع بيت، تطبع رصيف، تطبع تشير ارمز تيبلز مج كاب اني ثينج يو كان برينت ات. فده في سهوله بيكوز 3 دي برينتر مانيفاكتشر ايتم ريليتيفلي كويكلي، طبعا دي بقت بسرعه جدا، وبالتالي انت هي متطوره رابيد بروتوتايبنج. This means that it allow take really short lens الله of time for designer. يعني ايه الحتة الجميلة دي؟ بيقولك ان انت بسبب ان انت تقدر تطبع او تبرنت البروتوتايب بسهولة جدا وبسرعة، بالتالي ده هيساعدك في المايند سيت اوف ايه برينتنج الوركينج بروتوتايب او الشغل الحقيقي بقى ان انت ممكن تطلعه. انت طلعت له مكتة، طلعت له بروتوتايب، رحت للكلاينت بتاعك او الستيك هولدر بتاعك اللي انت بتتعامل معاه وقلت له انا هعمل لك الديزاين الجميل اللذيذ الحلو الامور دوت، فبالتالي انا هقدر ان انا اعمل لك الديزاين ده، فطلعته له بسرعه، بالتالي البرودكت بتاعتك ممكن يطلع بشكل لو خدت ابروف عليه خلاص ممكن ان انت تطلع الاوبجكت الوركينج بروتوتايب تطلعه بسرعه. ايفن ذو the cost of 3D printer if high is still less when comparing labor cost الله involved in manufacture. بس انت بتتكلم على ان في manufacture 3D printers the same for both small scale and mass production. يعني انت بالرغم من ان 3D printer مكلفة جدا ولكن انت هتقلل العمالة والناس اللي بتشتغل في الموضوع دوت وبالتالي هتقلل التكلفة. واضحة يا جماعة؟ ايوه واضح. تمام. الميديكال بنفيت are emerging كمان تعالى في الميديكال such as producing the artificial organs بتعمل ايه زي ما اتكلمنا من شويه اللي هي البروسيسكس البروثوسيتكس او الاطراف الصناعيه والبارت اوف ميكانري ذات ار نو لونجر. يعني لو عندك قطعه مثلا ما اتصنعتش من سنين طويله، مثلا لو عندك كار مثلا ميد في من 1930 انت ممكن انت تجيب الايه البلو برنت بتاعتها او المخطط بتاعها. شايف الحته دي مهمه قوي البلو برينت دي اللفظ ده والمصطلح ده، وتبدا تسمبليفاي ات وتطلعه وتبروديوسه خلاص لان انت معاك 3 دي برينتر. تمام. العيوب بتاعتها هنقولها بسرعه عشان في اقل من 4 دقائق. إيه ان البيجست بوسيبل درو باك اكبر عيب منها البوتنشال ميك كاونتر فيت ايتم اور ايتم انفرنج اذر الكوبي رايت 3D printing technology essentially turn every owner of this printing into يعني انت عملية التزوير الكونتري فيت ممكن واحد مزور يروح يصنع قطعة معينة وياخدها كوبرايت خلاص بقى ما فيش حقوق ملكية فكرية ولا الكلام ده. 3D printing technology essentially بالأخص انك بتيرن every owner خلاص انت ما فيش حد مالك لازم ايه عملية الملكية دي هتتاخد الديزاين وتاخده والديزاين على الكمبيوتر او تصوره وتبدأ تعمله وبالتالي ممكن تطلع فيك ايتم او حاجات مزوره يعني قطع مزوره ما هيش اصليه يعني لان انت 3 برينتر بقى would also have grid. اذا كان الورق البيبر العاديه الليزر جيت والانك جيت دي في ممكن يزوروا البيبر العاديه ما بالك الايه هي عايز يقيس لك نفس الشيء. يعني انت ممكن تجيب لك قطعه كده واقول لك العلبه دي فيها فيل ماشي ففيل ازاي يا عمي هو فيل اوريجينال وبتاع واعمل فيك ايتم. النقطه الثانيه اقل من 3 دقائق all new technology in the hand of wrong people. بص خد بالك من حاجة اي new technology لو وقعت في ايد حد مش مناسب illegal activities with the possibility of creating almost anything with 3D printer ممكن ده هيؤدي لإيه لدينجرس item by almost anyone. خطيرة جدا يعني هي مرتبطة بالقطع لان انت عندك فيه faked item وبالتالي برضو لو انت وقعت في ايد واحد مزور او واحد ايه مخرب هتبقى حاجة خطيرة جدا. اخر نقطة there is potential for job losses انت هتفقد وظائف كتيرة جدا بسبب الموجود الايه البرينتر دي. طب احنا نعمل ايه types of manufacture of course this could be seen as benefit ودي ميزة برضو for some companies ان انا مش مشكلة افقد وظائف بس هقلل الايه الكوست او lower manufacture cost for certain item. تمام. بس دي يعني هو اتكلم كتير قوي في 3D printer لان دي نيو تكنولوجي والتكنولوجيا اللي جايه كلها في 3D printer مش في الشغل القديم دوت. ده بيقول لك بيتعمل بيوت بيها يعني homes و a lot of object you can make it with the laser printer. واضح يا جماعه؟ نعم واضح. طيب في اقل من دقيقه حد عنده اي اسئله؟ لا
لا شكرا يا مستر على مجهودك. معي انا سؤال. اتفضل يا محمد. هل الاكس راي نوع سكان 3D يعني؟ الاكس راي من اسمه هو انبوت، يعني بيعمل سكاننج للجسم بتاع الانسان. خد بالك من حاجه، ان ازاي هو، الله انت سؤالك جميل قوي قوي يا محمد، انا هكلفك ان انت تبحث عنها. ازاي انا اسكان الجسم، واخد بالك، وبعدين اطلعه على بنفس الديزاين وبرنته. خد بالك دي نقطه مهمه قوي، ان انا ممكن دلوقتي محمد قدامي انا عايز اطلع تمثال بنفس شكل محمد، ففي جهاز اصلا ديفايس، انا عايزك تبحث بقى على الديفايس، في ديفايس اصلا زي سكاننج كده لشكلك، واخد بالك، بيقعد يكابتشر a lot of image of you in a lot of angle، وبعدين يدخلها على الكمبيوتر. ابدأ بقى خدت صورتك من جميع الزوايا، ابدأ ديزاين الكلام دوت، واستخدم 3D printer واطبعها. بالنسبة للسكان اللي انت بتقول عليه ده، ده بيسكان الجسم عشان يشوف مثلا في مشاكل، في حصوات، في حاجات زي كده، ده اللي انت تقصده ولا تقصد حاجة تانية يا محمد؟ نعم ده اللي انت تقصده، اي واحد؟ الاسكان. نعم ايوه، سكاننج ده ما يعني بتسكان الاوبجكت لو انت هتستخدمه مع البرينتر او 3 دي، يعني هسكان مثلا اوبجكت معين هعمل له كابتشر عشان ادخله في 3 دي. طيب احنا هنا كده الليسون خلصت، بشكركم كتير جدا واشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. يلا مع السلامة يا ولد، سلام عليكم. السلام. السلام عليكم.